Well, at the United Nations, we are already doing وكوننا أمم متحدة a lot of work نحن نقوم بعمل كثير وكبير لدعم الشباب. For example, على سبيل المثال a number of UN agencies عدد من وكالات الأمم المتحدة تزود تدريبات لتطوير المهارات also, وأيضا تساعدهم في تنمية قدراتهم وتعليمهم وتعليم المهني وفي مجالات أخرى لتمكين الشباب من الحصول والوصول والمساهمة في سوق العمل. أحد التحديات الكبرى للشباب هي البطالة، ومرة أخرى لدينا أكثر من 150 ألف خريج جديد يدخل سوق العمل، وهذا هذا أمر يجب أن يدعم إذر من القطاع العام أو القطاع الخاص. من الممكن استقبال جذبهم إلى القطاع الخاص لدعمهم. كما ذكرت لدينا برامج مثل تعليم برامج التعليم، هناك أيضا برنامج تعليم الجواز العراقي للتعلم الذي أطلقته اليونيسف. هذه هي أحد البرامج، ولكنها برامج صغيرة ومشاريع صغيرة. لذلك حينما تنجح يجب علينا أن نصعد وندعم هذه البرامج. نتحدث عن 24 مليون شاب في هذا البلد، ويمثلون قرابة 50% من هذا البلد سكان هذا البلد. لذلك يجب أن تبذل جهود كبيرة لاستحداث سياسات واستراتيجيات لتوليد واستحداث الوظائف لهذه المجاميع الديمغرافية. أيضا نحن في الأمم المتحدة دورنا هو نحن لا يمكننا أن نوفر فرص، بل نساعدهم في الحصول على هذه الفرص والتوصل إلى سياسات صحيحة. نعمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع وزارة العمل وزارة التخطيط وزارات الأخرى لضمان أن نضمن تقديم المساعدة.